بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، لازلنا نتواصل مع هذا الأداء الجميل، لازلنا نتواصل مع هذه الكوكبة السابعة من شوطنا السابع. نتمنى دائما التوفيق للأخوة المشاركين، الأسامي حاضرة هنا مع هذا الشوط، ولكن نحن هنا في عربة النقل نتجه إلى المركز الأول لكي نعطي كل حقه على أرضية هذا الميدان، وبالخص في هذا الشوط. بشاير بضرب سعيد بن حلوة اللي يدفع ببشاير على الصدارة، بينما اللي في المركز الثاني منصورة هناك على ثاني المراكز سيد راشد بن سعيد بن علي بن عبيد الاجتبي ما شاء الله نقله على المركز الثالث. اللي في المركز الثالث الطيارة سعيد بن سيف بن حسين العليلي راعي مغثه ما شاء الله، بينما اللي في المركز الرابع مغادرة عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي، وفي المركز الخامس عرب الغافرية ايضا يتواجد عبد الله بن راشد بن سعيد بن الغافرية مع الشاهينية. ها هي النتيجة للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. ما شاء الله يا بشاير، ما شاء الله يا بشاير، بشروني عنك ما يدرون عني يا بن حلوة، ما دروا باللي شغل فكري وظني، شغلت فكري بشاير، أدائها جميل حتى هذه اللحظة، عنوانها حافل بالإنجاز في الموسم اللي فات، في الموسم الماضي ما شاء الله. بينما هنا اللي في المركز الثاني في منصورة راشد بن سعيد بن علي باللومية الاجتبي أيضا حاضر مع منصورة، بينما اللي في المركز الثاني اللي في المركز الثالث هناك تأتي مغادرة عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع من تصل في هذه اللحظات هنا اللي هي مقصصة بقول، ولا هناك من الجانب الثاني صبر 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 فوق الصبر يا ابو احمد علي بن حميد الرزي الشامسي، وفي المركز الخامس رسالة لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي. ها هي النتيجة ايها الاخوة، ها هي الرسالة، هكذا كان الوصف التفصيلي، ولكن بشاير عنوانها غير تبارك الرحمن، أدائها مميز، أدائها جميل، ثبوت ما شاء الله حتى هذا الاندفاع، تبارك الرحمن على هذا المال الجميل، على هذا المال المميز. في العام الماضي كانت تسجل الكثير من الإنجازات، لها سجل حافل هنا في هذا الميدان، وفي أي ميدان، في هذا الميدان وفي هذا العام ما شاء الله، تبغي تسجل أيضا، تبغي تسجل تاريخ، تبغي تسجل ميلاد جديد في هذا العالم الجميل مع مطر بن سعيد بن حلوة. نتمنى التوفيق، بينما منصورة لراشد بن سعيد بن علي باللومية الاجتبي، وفي المركز الثالث هناك مغادرة مع عبد الله بن سالم بن حزيم رابع المراكز مصيحة، هو أول ندى الهمصيحة اللي مطر بن سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس هناك اللي تقريبا صبر بقول، ولا هناك من نعم صبر للسيد علي بن حميد الرزي الشامسي 800 متر الأخيرة، هات بقول يلي تولع زمام الركض نار، يلي بدنها فيه مدة ما شاء الله، بدنها أداءها جميل. شكرا يا بن حلوة حتى هذه اللحظة، شكرا يا بن حلوة، شكرا يا بن حلوة على هذه الأداء اللي تقدمه ما شاء الله بشاير. فإن دل هذا على شيء إنما يدل اهتمام بن حلوة في بشاير وفي خوات بشاير، ولكن منصورة اللي في المركز الثاني راشد بن سعيد بن علي باللومية، بينما اللي في المركز الثالث اللي في المركز الثالث لمطر بن سعيد بن عبيد الحميري 400 متر الأخيرة، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. سلام يا الخوانيج، بقول سلام، حمل السلام على مسؤوليتي الخاصة هنا مع اللي هي بشاير. بشاير بشاير الخير، بشاير الخير، تبشر بخير في هذا الموسم، تبشر بخير جماهيرها، عشاقها، محبينها، محبين هذا الشعار مع مطر بن سعيد بن حلوة الاجتبي. تهانينا لك يا ابو سعيد على هذا الاداء الجميل والمميز اللي تقدمه بالحقيقة بشاير. ها هي لحظات وصولها الى خط النهاية ما شاء الله منذ انطلاق هذا الشوط، وهي تعلن وتهدد بان هي سيدتي هذا الموقف ما شاء الله تبارك الرحمن. هنيالك يا ابو سعيد. المركز الثاني راشد بن سعيد بن علي باللومية، المركز الثالث
الملك الثالث عبد الله بن صالح بن حزين، المركز الرابع محمد بن احمد بن حلول اللي في المركز الرابع، عفوا لعلي بن خليفه بن رشيد، وفي المركز الخامس شعر فيزه، في خامس المراكز هملوله. توقيت زمني 4 دقائق 41 ثانيه، جزء واحد بالثانيه. تهانينا والناموس.